هذا وشاركت شؤون الجمارك الزوار السعوديين القادمين للبحرين عبر منفذي جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك تعبيرا عن عمق روابط الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إذ تمثل العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجا يحتذى في كافة المجالات. بداية أرفع التهاني للقيادة، القيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا، وهي استشعار للحمة الوطنية وذكرى لتوحيد المملكة العربية السعودية تحت يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز. كما أتقدم بالشكر للقيادة مملكة البحرين على هذا الشعور النبيل ومشاركتها شقيقتها الكبرى في هذا الحفل. وجودنا اليوم على الأراضي البحرينية ومشاركة الجمارك البحرينية هذه المناسبة يدل على عظم العلاقة الأخوية بين المملكتين الشقيقتين. والله اليوم هذا يعني يوم عيد ويوم فرحة ويوم سعادة للمجتمع السعودي والمجتمع الخليجي والمجتمع العربي عموما. في هذه المناسبة السعيدة أهني مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان على هذه في هذه المناسبة السعيدة على قلوب كل العرب. أول شيء نهنئ الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، والله إن شاء الله يطول بأعمارهم ويخلي ويديم الأمن والأمان على المملكة العربية السعودية. كل عام والشعب السعودي كله بخير، والله يحفظ لنا بلدنا ويزيد علينا الأمان، يحفظ لنا ولاد أمر. نشكر إخواننا البحرينيين على تهنئتنا ويعطيكم ألف عافية. أهني طبعا الشعب اللي البحريني الحبيب الأخ العزيز على قلوبنا جميعا، ولذلك يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني أنا سعدت وكلي فخر بإني أشوف يعني الفرحة في اليوم الوطني للسعودية هنا على حدود البحرين السعودية وعلى جسر الملك فهد الله يرحمه، يعني شيء يعني يطيرنا من الفرح، وكلنا فخر بالبحرين وكلنا فخر طبعا باليوم الوطني وهذا بيتنا الثاني. كما استقبلت شركة مطار البحرين الأخوة الزوار السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بالهدايا التذكارية بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة.